صباح عليكم مشاهدينا الكرام، جه ميعادنا مع فقرة دنيا الجمال وكل ما هو جديد في عالم الجمال والرشاقة مع دكتور منير ويليام لبيب كبير جراح التجميل. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. طبعا نتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا وبيهم المصريين، السمنة. خلينا يا دكتور نبتدي في البداية، امتى اقول ان الشخص ده يصنف انه عنده سمنة؟ السمنة معناها ان وزن الجسم بيزيد بنسبة 15% او اكتر من الوزن المثالي المقابل لطول الشخص لجنس الشخص. هذا الكلام نقسمه احنا ونقوله بطريقة من طريقتين. كنا زمان نقول شوف الطول وطرح رقم 100 للتبسيط والسهولة، لكن دلوقتي بنقدر نحسبها بدقة جدا عن طريق ما يسمى برقم الكتلة. نجيب الوزن بالكيلو جرام ونقسمه على مربع الطول بالمتر، هيطلع رقم. الرقم اللي هيطلع ده هو اللي يحدد لي نوع السمنة. اذا الرقم ده من 20 لـ25 ده تبقى سمنة بسيطة. اذا الرقم ده رقم الكتلة اللي هو حاصل قسمة الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر طلع من 25 لـ35 تبقى سمنة متوسطة. لو زاد عن 35 تبقى بلانة مفرطة. اقل من 20 يبقى الجسم عنده نحافة، واقل من 15 يبقى نحافه شديده او ما يسمى بالنحاله. نحاله. طيب اكيد في اسباب للسمنه، ممكن تكون اسباب وراثيه في العيله وممكن تكون نتيجه الاكل الغلط، يعني احنا عندنا الفاست فود، النظام الغذائي الغلط. هل في اسباب ثانيه يا دكتور سبب للسمنه؟ هو اول سبب للسبب الوراثي كنا لغايه وقت قريب مش متاكدين من هذا العامل الوراثي، لكن طلع بحث اخير جدا وثبت عن طريق الخريطه الكروموزوميه بتاعت جسم الانسان ان على كروموزوم 17 في عامل جيني وراثي يحدد ان في سمنه ولا لا. والحقيقه السمنه بنلاقيها ليها اشكال غريبه، يعني في عائلات تتميز السمنه في منطقه الحوض، وفي عائلات تتميز السمنه في منطقه الارداف، في عائلات تتميز السمنه في منطقه الصدر. فهو ده بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني اللي هو التغيرات الهرمونيه، الغدد الصماء. سبب ان هي تغيرات الغده الصماء بالذات زياده افراز الغده الدرقيه في الرقبه، نقص افراز الغده الدرقيه في الرقبه، او خلل في افراز الغده النخاميه في الراس، او الغده الجار كلويه، بنلاقي ان هذه الغدد لها دور كبير في تكوين السمنه. ايضا زي ما انت قلتي الطريقه البسيطه جدا اللي هي طريقه الفاست فود، طريقه الاكل الغير مظبوط. ايضا المدنيه الحديثه خلت الانسان ما يتحركش، قاعد في البيت ريموت في كل حاجه، عربيه متحركه، تكييف متحرك، ما بقاش هو الا عباره عن اله متحركه، وبالتالي ده زاد من تاديه السمنه لوجود عدم وجود الدور الرياضي بالنسبه للسمنه. ايضا الحاله النفسيه، في ناس تقول لك انا مجرد ما بزعل اقعد اكل، ودي بنسمعها كتير. والحقيقه كنا الاول بنقول الكلام ده مش مظبوط، لكن ثبت انه فعليا الكلام ده مظبوط. ايضا انت وبتاكلي ومش واخده بالك، بتاكلي قدام تلفزيون، بتقري جورنال، بتسمعي راديو، هنا انت ما انتش قادره تحددي كميات الاكل اللي بتاكليها، هنا برضه دي طريقه من الطرق الغير مظبوطه في الاكل، كل ده على بعضه اداني السمنه. اكيد في انواع للسمنه، يعني ممكن تكون سمنه عاديه او سمنه دخلنا في مرحله الخطر ومرحله الاصابه بالامراض. ايه انواع السمنه يا دكتور؟ زي ما قلنا رقم الكتله من 20 ل 25 سمنه بسيطه، من 25 ل 35 سمنه متوسطه، رقم الكتله من اكثر من 35 بدانه مفرطه. طيب لو اتكلمنا ازاي انا اقدر اتعامل مع كل نوع من الانواع دي، خلينا نبتدي في البدايه بالسمنه البسيطه. هل انا بلجا للاساليب المتبعه دلوقتي ان انا اشرب مشروبات معينه، اقلل اكلي، اعمل رجيم كيميائي، اعمل ايه لو بسيطه؟ بصي، هو الاسلوب المعروف علشان تظبطي السمنه، انا دايما اقول في اسلوب غذائي، اسلوب رياضي، قوه اراده. لكن احنا النهارده هنتكلم عن دور جراحات التجميل بالنسبه لهذه الانواع من السمنه. فبالبدايه السمنه البسيطه انا بتكلم فيها، بقول ان السمنه معناها تراكم الدهون في اماكن محدده، زي منطقه الارداف من اعلى، زي منطقه الساقين من الداخل، زي منطقه الهنش. هنا بيبقى الدور الاساسي لعلاج السمنه هو عمليات شفط الدهون، اللي هي بتبقى عباره عن عمليات بسيطه محدده بتدخلي عشان تشوط الدهون من اماكن محدده. على سبيل المثال ممكن تستخدم السمنه عن طريق بعض الالات، عن طريق السرنج تكنيك اللي هي بستخدم كانيولا طويله وبشفط بيها بطريقه السرنج، او عن طريق ان انا بستخدم الليزر في شفط الدهون، وان كان هذا الكلام مشكوك فيه دلوقتي، او عن طريق ان انا بستخدم شفط الدهون عن طريق بعض الاجهزه.
الحقيقه هي محتاجه انك انت اسال ده سؤال مهم جدا، انك انت لازم تتبع اسلوب معين عشان تحافظ على هذه الاماكن. لكن اذا قلنا ان عدد خليه الجسم يعني اللي احنا شايفينه قدامنا دي طريقه السيرنج تكنيك، ان انا بدخل كانيولا وفي وراها سرنجه، السرنجه دي تحت ضغط وليها لوك، اللوك اللي احنا شايفينه ده بيخلي دايما الضغط بتاع الدهون تحت ضغط سلبي، دي بتدخل في مكان معين في جسم الانسان سواء كان ناحيه الساق ناحيه البطن وهكذا، تقدر تطلع الكلام بضغط سلبي. بنقدر دي من احسن الطرق الحقيقه اللي انا بستخدمها، وممكن نستخدم طريقه تانية ليها الالتراسونيك، اللي هي انك انت تستخدم جهاز الموجات التصادميه تقدر تعمل بيها عمليه شفط الدهون. ده النوع الاول من عمليات الشفط، ده بس للبسيطه للبسيطه، وبعض حالات البدانه المتوسطه زي ما هنتكلم عنها دلوقتي. طب البعض الاخرى من المتوسطه بنستخدم ايه؟ البدانه المتوسطه المثال ليها الست اللي ولدت كتير وحصل ليها ترهل في عضلات البطن، او الراجل اللي هو الكرش، او الراجل اللي كان رياضي وابتدى يقعد وابتدت البطن بتاعته تسقط. بنعمل الحقيقه هنا ثلاث عمليات في وقت واحد. اول حاجه عضلات البطن فتحت، فبتضطر تعملي تقويه عضلات البطن سواء جراحيا او سواء عن طريق شبكه. الحاجه الثانيه بتشفط الدهون، الحاجه الثالثه بتستأصل الجلد زياده، يعني دي مناظر الجلود زياده اللي هي موجوده في الجسم اللي انت بتعمليها. على اليمين بنلاقي شفط الدهون، على اليسار بنلاقي استئصال الجلد. دي هي العمليات الثانيه، وفي نفس الوقت بتعملي تقويه لعضلات البطن. هذه العمليات يعني بنقدر نعملها بطريقه احدث، بيبقى الجرح جرح بالعرض، مفيش جروح بالطول خالص خالص، وبعدين المريض بيقدر في خلال من 10 ل 12 يوم يكون فك السلك ويقدر يتحرك تحركات طبيعيه. طبعا بالنسبه للبدنه المفرطه عندنا ثلاث حاجات، عندنا ترهلات وعندنا دهون وعندنا تغير في شكل الجسم خالص، يعني وصلنا لمرحله الخطر. هنا البدانة المفرطة سيادتك احنا بنتكلم عن بدانة مفرطة، داء البلاء كله هو المعدة. فسيادتك هنعمل عمليات يا اما داخل المعدة يا اما في جدار المعدة يا اما خارج المعدة. العملية الاولى داخل المعدة، يبقى اسهل حاجة اعملها ان انا اركب بالون. تركيب البالون في داخل المعدة ده من العمليات البسيطة السهلة. زي ما انت شايفة انا بدخل البالون من البق، بنزله في منطقة المريء بالكامل لغايه لما يدخل ويوصل لغايه المعده، وده بيبقى المريض شبه صاحي، بنديله مخدر موضوعي بسيط، وبعدين بنبتدي نرجع فيه هنلاقي نفسنا بنحقن في الفم هنا الهواء عن طريق سرنجه معينه بنفس حجم البالون الموجود. لما تضغط الهواء في هذا الانبوبه اللي واصله لداخل جدار المعده، هبص الاقي البالون ابتدت تتملي بالحجم اللي انا عايزه بالشكل اللي انا عايزه. بعد كده هذا الجزء اللي موجود بيتم شيله عن طريق المنظار، وخلاص وبقت البالونه دي موجوده في داخل المعده. طيب البالونه دي يا دكتور بتبقى مستقره، يعني ممكن لما انا عاوز اشيلها في اي وقت؟ اقدر اشيلها في منتهى عن طريق المنظار ايضا، تقدري باي طريقه تطلعيها. لكن المعده هنا مشكله البالون ليها مشاكل كثيره جدا. انك انت لو قعدت فتره اطول او فتره اقصر ممكن تعمل لي نزيف في المعده، ممكن تعمل لي قرحه في المعده. لو ابتديت تنفخيها بكميه اصغر هتلاقي الاكل بيعدي بكميه كبيره كانها مش موجوده، ولو زودت الحجم بتاع البالون هتلاقي ممكن نزيف وممكن تبقى قرح وحاجات زي كده. هو الحقيقه هذه الطريقه من الطرق المستحبه في الاطفال لغايه سن معين، وفي بعض الحالات بالنسبه للكبار، لكن هي اساسا بتبقى في السن الصغير بتاع الاطفال لما بنلاقي فيه بدانه مفرطه، وزي ما انت قلت في بدايه الحلقه الفاست هيلز والكلام ده كله. دي اول حاجه بنتكلم فيها، المعده لعبنا عليها من الداخل ركبنا بالون. ايه بقى حلقه المعده اللي بتكون في جسمك؟ انك انت بتلعبي من الخارج عن طريق تركيب حلقه للمعده. التركيب الحلقه دي حاجه جميله جدا، احنا بنكون عن طريق 5 فتحات في البطن، بندخل عن طريق منظار معين ونبتدي نركب حلقه في اعلى المعده. هذه الحلقه اللي موجوده في اعلى المعده بتتوصل الى الخارج تحت الجلد عن طريق وصله، انا بدخل من المنظار هنا وادي المعده قدامي، اقدر اوصل بهذه الحلقه بتلف وتروح واقطع المعده، هذا الجزء العلوي من المعده اركب حلقه. هذه الحلقه بتتوصل تحت الجلد عن طريق صمام، اقدر احقن هذا الصمام الحلقه دي، اقدر اوسع هذا الصمام الحلقه تفتح، ودي يعني من العمليات المشهوره جدا. بتقل خالص، اقدر اتحكم في كميه الاكل. طب انا ممكن اكل شوكولاته كل زي ما انت عايزه، كل زي ما انت عايزه، بس انا هتحكم في الحلقه، انا هتحكم في كميه السوائل. يعني بعد 3 اسابيع لشهر بنبتدي هنا زي ما انت شايفه انا بدخل في البطن في 5 فتحات واللي هي فتحات المنظار، وابتدي اركب الحلقه على اعلى المعده، وبعدين زي ما انت شايفه انا باكل كتير المليء جزء صغير هو بيمر حسب تحكمي في الحلقه. المريض دايما بيقدر يتعود مع الايام انه يقدر
يحقن سائل لو هو عايز يقلل كمية الأكل، يشيل السائل اللي موجود في داخل هذه الحلقة لو عايز يقلل كمية الأكل. ودي من العمليات المنتشرة جدا جدا في معظم الدول العربية، منطقة الخليج وحاجات زي كده، وعالميا من العمليات المستحبة. واخد بس ياتك، بس زي ما انت شايفه مشكلتها ان الوصله ما بين الحلقه لغايه المعده ممكن يحصل فيها قطع، ممكن يحصل فيها جزء من الامعاء يلتف حواليها، فدي برضو محتاجه لبعض التعليمات المعينه وبعض الريستريكشنز المعينه عشان المريض يقدر يتابع حياته في هذه الحاله بطريقه سهله. يبقى انت ركبت بالون جوه المعده او اشتغلت على الجدار عن طريق تركيب حلقه. العمليه الثالثه انك انت بتلعبي بالظبط زي ما سيادتك بتقولي، تكميم المعده او تركيب ما يسمى بالجاستريك سليف، ان انا عايز اشيل جزء من المعده. دي ايضا بنفس التكنيك بتاع تركيب الحلقه، ان انا بدخل بالمنظار بخمس فتحات بجدار البطن، كل فتحه عباره عن غرزه، انا بشيل الجزء. دي عمليتي، انا محتاج ان انا ادخل علشان اشيل جزء معين من المعده. اذا انا دخلت بهذه الحلقه في داخل المعده اقدر بستأصل هذا الجزء بطريقه معينه وبنقدر نطلعه. الحقيقه دي من العمليات المتقدمه جدا وبنقدر بيها ما يسمى بالسليف، وتقدري بطريقه بسيطه جدا انك انت تستأصلي هذا الجزء من الامعاء اللي موجود في داخل المعده. ايضا دي من العمليات، هي تعتبر احدث عمليه على مستوى الكون دلوقتي واقوى عمليه تقدر تدي عمليه، لانك انت بتستأصلي جزء معين من المعده. ما بتأثرش يا دكتور على وظائف المعده او الامعاء؟ انا عايز اقلل وظائف المعده، عايز اقلل كميه الاكل الموجوده في داخل هذه المعده. طيب احنا اتكلمنا عن بالون المعده وكلمنا عن الحلقه الموجوده في المعده وتكميم المعده، طب هل الامعاء بتتاثر بهذه العمليات؟ انا سعيد بالسؤال ده، لان الامعاء هنا هو في هذه العمليات اللي عملناها دلوقتي ممكن نستأصل فيها الامعاء الرفيعه او ان احنا ممكن نبقيها ونعمل وصله ما بين المعده وما بين الامعاء الرفيعه. ففي كلتا الحالتين طبعا استئصال جزء من الامعاء الرفيعه ده عمليه بتبقى عمليه عنيفه جدا وتبقى صعبه ومحتاجه لفتح البطن. لكن عاده احنا بنفضل عدم التعرض للامعاء الدقيقه او ان احنا ما نكبرش حجم العمليه بحيث ان المريض يقدر يسلك في حياته من غير اي مشاكل. طيب لو اتكلمنا يا دكتور عن تدبيس المعده، يعني كانت طبعا طلعت كده هوجه تدبيس المعده فتره من الفترات، هل هي يعني كانوا بيقولوا ان مميزاتها ان انا لما عاوز انتهي من تدبيس المعده بفك الدبابيس وترجع المعده عاديه بدل ما انا استأصل او اعمل تكميم المعده؟ لا لا، حكايه تدبيس المعده افكها مش بالسهوله، افك الدبابيس وارجع، لا لا. هي عمليه تدبيس المعده من العمليات دلوقتي الاف دي اي الفود اند دراج ادمنستريشن اللي هي اعلى هيئه علميه في العالم تهتم بصحه الانسان، قدرت انها تقدر توقف هذه العمليه لان لقينا المريض بيستسهل عن طريق ان هو خلاص انت عملت تدبيس معده، فالمريض بقى يستسهل وبياكل سوائل معينه وياكل شوكولاتات واكل معين، ابتدى تتكون له في عمليات تدبيس المعده ترهل في الجسم وزياده في وزن الجسم بطريقه غير الطريقه اللي كان موجود عليها، ابتدى الجسم يبقى في ضعف في العضلات وفي ترهل في الجلد، فابتدت عمليه تدبيس المعده حاليا دوليا ابتدت العمليه تتوقف وبقت محرمه دوليا، وابتدى يحل بدلها التكميم المعده اللي هو تكوين السليف اللي احنا كنا اتكلمنا عنه. طب معلش يا دكتور، الميزوثيرابي واستخدامه في شفط الدهون او السمنه او الاقراص اللي بتتباع، الادويه اللي هي الاعشاب، الحاجات دي بيكون ليها تاثير ضار على الجسم؟ او الكريمات حتى يا دكتور، الكريمات اللي بتتحط؟ انت قلت حاجات كتيره قوي، ناخدهم واحده واحده. الاقراص، الاقراص في نوعين من الاقراص، في اقراص بتشتغل مركزيا على مستوى المخ مركز الجوع ومركز الشبع، وفي اقراص بتشتغل طرفيا على مستوى المعده. الحاجات اللي بتشتغل على مستوى المخ، الحاجات الغاليه اللي موجوده في السوق دي بتعمل زياده في ضربات القلب، بتعمل اكتئاب، بتعمل نشفان في الريق، بتعمل كوابيس بالليل، دي احنا لا نفضل مطلقا استخدامها على الاطلاق. انما الاقراص اللي بتدخل في المعده تكبر من حجم حاجات فيها مشتقات الردو وحاجات زي كده، تخلي المعده نفسها تبتدي تفنش وكميه الاكل اللي نازله تبقى قليله، دي مستحبه. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه حاجات الميزوثيرابي. الميزوثيرابي ما نقدرش في عيان زي بهذه الضخامه وبهذا الرقم من الكتله ان احنا نتكلم عن الميزوثيرابي، لكن في بعض الحالات اللي هي في السمنه البسيطه ان في بترهل معين بنحقن ماده كيميائيه معينه تقدر تحرق الدهون بطريقه معينه. حاجيت ان انا ابتدي اعمل الهزازات وابتدي اركب الكريمات الموضعيه، دي كلام يعني علميا ليس له اي اساس. حكايه الاعشاب دي حاجه غير مستحبه طبعا، لان الاعشاب عباره عن مواد فيها بعض المواد النافعه اللي هي تؤدي الى تصغير حجم الجسم، وفيها بعض المواد الضاره جدا الخطيره جدا الغير مستحب استخدامها. طيب اسمح لي يا دكتور، معانا مدام صابرين من سوهاج، صباح الخير.
صباح الخير يا فندم. اتفضلي حضرتك، يعني بس تسمعينا من التليفون وتوطي التلفزيون. وطيت التلفزيون حضرتك. مع حضرتك. اتفضلي. لو سمحت، انا وزني فوق المتوسط وعمري 35 سنة، بس عملت يعني مشيت مع دكاترة كتير عشان خاطر انزل من وزني، فطبعا كل اللي بينزل بيرجع يزيد تاني. طبعا الدكاتره كلهم قالوا لي ان دي عوامل هرمونات. فانا حضرتك انا عايزه، يعني انا عايزه حاجه غير الرجيم. طيب انت سريعه وزنك قد ايه؟ وزني يعني بيبقى من 130 و120، ما بينزلش اكتر من كده. طيب حاضر، هنرد عليكي حالا. معانا الاستاذ محمد من الشرقيه. استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اتفضل. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ معاك الدكتور. دكتور لو سمحت، انا جيت عملت دايت، يعني انا وزني دلوقتي 90 كيلو، فنزلت بقيت 80 كيلو. حضرتك لسه بطني حاسس برضه ان انا ما نزلتش، فلما لقيت الدايت مش جاب نتيجه، فبرضه رجعت لماكل تاني، كان بيجيلي مضاعفات كده ودوخه، فرجعت لماكل تاني. فدلوقتي البطن عند البطن يعني حاسس ان هي ما اثرتش بتنزل خالص اصلا. فحضرتك اعمل ايه؟ هنرد عليك حاضر يا استاذ محمد. نبتدي مع استاذه صابرين. المشكله ان هي وزنها وصل ل 130 كيلو. لا، مفيش حاجه اسمها رجيم في 130 كيلو 120 كيلو، مفيش حاجه اسمها كده. دي محتاجه جراحه من جراحات السنه المفرطه، دي محتاجه للمناظره، ودي اكيد محتاجه انها في خناقه دلوقتي. وزن زياده جدا بيأثر على القلب، بيأثر على السكر، بيأثر على النظر، مفاصل الركبه، مفاصل الظهر، ترسيب دهون تحت الظهر، الكوليسترول، الكبد المدهن، دي مشاكل كتيره جدا. هي في خناقه مع السمنه، هي محتاجه تتخلص من كميه معينه من هذا الوزن وتبتدي بعد كده تظبط اسلوب حياتها. بالنسبه لاستاذ محمد، المشكله ان هو عمل رجيم برضه ووزنه 80 كيلو، بس الفكره كلها مشكله البطن. بس احنا اتكلمنا فيها طبعا. انا عايز اقول كلمه صغيره، ان دايما الدهون اللي فوق السره بنسميها الدهون الصفراء، والدهون اللي تحت السره بنسميها الدهون البني. اي نظام رجيم بيقلل الليلو فات وما بيعملش ليه اي تاثير على البرام فات. فكل ما تعملي رجيم تلاقي الوش سقط، الصدر سقط، اعلى البطن سقط، لكن لا زال في وجود اسفل البطن والكرش والرجلين والكلام ده كله. بالتالي محتاج جراحه. ده محتاج اسلوب رياضي. اسلوب رياضه، لان بطريقه معينه بحيث تقوي عضلات البطن. الرياضه تمنع ترسيب الكوليسترول على جدار الاوعيه الدمويه، الرياضه تقوي عضلات البطن هنا في النبوده، الرياضه تحرق الدهون تستخدمها كمصدر طاقه. ده عنده 80 سنه 80 كيلو، 80 كيلو ده وزن مثالي بالنسبه له الى حد كبير. ده محتاج عضلات، تقويه عضلات البطن عن طريق تنمي الفخذين الى اعلى او الى اسفل، او البطن من الداخل او الى الخارج. بشكرك جدا دكتور منير. الحقيقه احنا عايزين نتكلم المره الجايه ان شاء الله عن التجميل في الوجه وخصوصا الشفايف، لان طبعا كثرت جدا عمليات التجميل اللي ممكن تسبب شلل في الشفايف او حتى في حركات الكلام او مخارج الالفاظ. فطبعا هيكون لينا واقفه عن الموضوع ده اللي كتر جدا واصبحت تجاره يا دكتور. بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. ومشاهدينا الكرام، فاصل وهنستكمل فقره صباح الخير يا مصر.